السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مرشحات مادة الكيمياء للصف الثالث متوسط، مرشحات وزارية مال السنوات السابقة. مثلا عندنا اذكر خامات الألمنيوم مع كتابة الصيغة الكيميائية، هاي اجى بال 2018 دور ثاني. فكل سؤال ومكتوب عليه يا سنة ويا دور. استفادوا من هذا الفيديو، كلش مهم ووزاري. شوفوا ساعدنا الفراغات مع الملح مكون من عنصري البوتاسيوم والألمنيوم، جاي بال 2012 وجاي بال 2013 جاي بال 2016 جاي بال 2017 جاي بال 2018 دور أول، و 2018 دور ثاني، و 2021 تمهيدي.